يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى البعد الزاوي بين الشمس والقمر إلى 7 درجات فأقل، حتى يحدث الاقتران فيكون المحاق في أقصى حالاته، وحينئذ يولد الهلال الجديد. فالشمس والأرض والقمر خلال هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد، وهي اللحظة الفاصلة بين نهاية الشهر المنصرم وبداية الشهر الجديد. وفي مساء يوم الأحد 11 أبريل سيغرب القمر قبل مغيب الشمس ولم يولد بعد، وحينئذ لا وجود لجرم القمر بعد مغيب الشمس. وفي مساء يوم الاثنين سيمكث القمر ثلث ساعة تقريبا ويقع جنوب مغيب الشمس وشكله منحرف باستواء يسير. وبناء على هذه المعايير فإن غرة شهر رمضان ستكون بحول الله يوم الثلاثاء على جل العالم الإسلامي. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وكل عام وأنتم بخير.